أبواب الجحيم تفتح على إسرائيل. الآلاف من الصواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى التي تطال كافة المواقع الإسرائيلية، وهدف يحلق في سماء الاحتلال لأيام دون أن يتم رصده. ليلة واحدة فقط قد تغير وجه الشرق الأوسط وتزيل دولة الاحتلال من الخريطة. أخطر سيناريو تنتظره تل أبيب، حيث لا بطريوت ولا قبة حديدية قادرة على ردع نيران الحزب اللبناني. فما هي حكاية تلك الصواريخ والمسيرات التي أرسلها فلاديمير بوتين إلى الحدود اللبنانية انتقاماً من إسرائيل؟ وما هي سبيل جيش الاحتلال لمواجهتها؟ الكثير من الخفايا والتفاصيل سنجيب عليه بإذن الله في هذه الحلقة، تابعونا. الماس، كابوس إيران القدام من لبنان. الصاروخ الإيراني الصنع والأكثر تطوراً في فئته تجاوز من حيث المزايا والأداء منافسيه جافلين الأمريكي وسبايك الإسرائيلي، وحتى صاروخ كورنيت الروسي الذي بني الماس الإيراني على أساسه. استهدف الحزب اللبناني بهذا الصاروخ دبابات الميركافا ومجنزرات النمر وأبراج التجسس وقواعد الاستخبارات الحدودية ومعسكرات المشاة، ليرعب تل أبيب ويثير دهشة الخبراء العسكريين حول العالم، تاركاً إشارات استفهام عديدة وراء دقته المثيرة في إصابة أهدافه. يأتي صاروخ ألماس بطول أقل من متر واحد وبقطر يبلغ 28 سنتيمتر، ويعتمد على نظام دفع بمحرك صاروخي يعمل إلى جانب أجنحة تحديد المسار وتصميمه الهندسي الانسيابي على رفع سرعته إلى 800 كيلومتر في الساعة وبمدى يصل 10 كيلومترات، ليتربع على عرش الصواريخ المضادة للدروع جنباً إلى جنب الصاروخ الروسي كورنيت إي إم. ويصل وزن الصاروخ منفصلاً إلى 7.9 كيلوغرام، فيما يصل وزن قاعدة الإطلاق إلى 28 كيلوغرام، ما يجعله سلاحاً خفيف الوزن يمكن لثلاثة أفراد تشغيله وأحياناً فردين فقط. ولعل خفة وزنه هي أقوى ميزاته، إذ يمكن حمله وتغيير مواقعه بكل سهولة خصيصاً في البيئة الجبلية جنوب لبنان، إضافة لإمكانية تنصيبه على مركبات صغيرة كالدراجات النارية رباعية العجلات وسيارات البيك أب الصغيرة وطائرات الاستطلاع المجنحة والتي تشتهر طهران بإنتاج المئات منها يومياً. يعمل رأس الحربي بنظام الانفجار الترادفي والمعروف أيضاً باسم الانفجار المزدوج، حيث ينفجر الرأس الأول في مقدمة الصاروخ لتدمير الدروع الخارجية للمركبة المستهدفة وفتح قناة في الدرع لمرور الحشوة الثانية لداخل المركبة والانفجار داخلها. وتستطيع صواريخ ألماس اختراق حتى 35 سنتيمتراً من الفولاذ الصلب، وهي سماكة أعلى من كافة دروع الدبابات المستخدمة في الوقت الحالي. وكذلك تستطيع اختراق التحسينات الخراسانية حتى سماكة 130 سنتيمتر. ويعتمد الصاروخ الإيراني على أنظمة توجيه متعددة في آن واحد، ما رفع من قدرته على تحقيق الإصابات المباشرة إلى 100%، وما جعله بسيطاً وسهل الاستخدام. وتكفي دورة تدريبية لمدة ساعة واحدة لجعل آلاف الجنود قادرين على إطلاقه. تجدر الإشارة لأن هناك ثلاثة أجيال من صاروخ ألماس، هي ألماس واحد وألماس اثنين، الأول بمدى 7 كيلومترات والثاني أبعد بقليل، ويعملان بنظام التوجيه النشط عبر السلك مع بعض الاختلافات التصميمية، فيما يعتبر صاروخ ألماس ثلاثة الأروع والأحدث. يعمل الجيل الأحدث من هذه الصواريخ بتقنية أطلق وانسى ما على الرامس وتحديد الهدف والضغط على الزناد حتى يتحول الهدف إلى كتلة ملتهبة خلال أقل من 40 ثانية. وتختلف تقنية الإطلاق والنسيان عن بقية الصواريخ المنافسة كونها تعتمد على نظام التوجيه بالليزر النشط، وعادة يكون الموجه الليزري في قاعدة الإطلاق وحدها، إلا أن صاروخ ألماس يمكنه العمل مع موجه ليزري محمول جواً عبر طائرة مسيرة. ويحمل الصاروخ في مقدمته كاميرا التصوير بالأشعة تحت الحمراء لتعقب الأهداف ذات الحرارة المرتفعة والكتلة الضخمة وتصحيح عملية الاستهداف والمسار
بين القاعدة والهدف. دمج هاتين التقنيتين في صاروخ واحد رفع من كفاءته، خصيصا في ضرب الأهداف داخل التحصينات أو خلف مباني شاهقة أو في سفوح هضاب ومرتفعات، تماما كجغرافيا جنوب لبنان التي يعمل بها في الوقت الحالي. ولمواجهة الصواريخ المضادة للدروع، صنع الإسرائيليون خلال السنوات الأخيرة أنظمة حماية إلكترونية معقدة كنظام تروفي المبتكر من قبل شركة رافائيل للصناعات العسكرية الإسرائيلية، والذي يغطي المركافة والمدرعات بشكل نصف دائري عبر 4 رادارات تعمل على رصد أي هجوم اتجاه الدبابة، وتقديم المعطيات لحاسوب النظام الذي بدوره يعمل على تدمير القذائف والصواريخ في دائرة الخطر البالغ قطرها 32 متر. لكن هذا النظام لم يصدم أمام صاروخ ألماس، والذي نجح في كسر جدار الحماية هذا، ما دفع الكثير من المحللين للإجماع على أن إيران تخفي تقنية ما في هذا الصاروخ. ورجح بعض الخبراء العسكريين وجود غلاف أو طبقة من الرصاص ضمن هيكل الصاروخ تمنع تأثره بذبذبات وموجات التشويش، وتشتت إشارة رادار الأنظمة الدفاعية مثل توفير الإسرائيلية. مجنح لبنان الأخطر يا خونت. بالأساس هو صاروخ مخصص لمكافحة السفن الحربية، ويعرف في أسواق التصدير باسم يا خونت، وهو من الصواريخ الفورت صوتية الدقيقة والحديثة التي يصنعها الجيش الروسي. يمكن إطلاقه من السفن بكافة أنواعها والغواصات والمنصات الأرضية التي وصلت من سوريا إلى لبنان. بدأ العمل على تصنيع هذا الطراز من الصواريخ في مطلع ثمانينات القرن الماضي تحت إشراف كبير المصممين هربرت فيرموف، وفي التسعينات تم اختباره بنجاح ضد أهداف بحرية، ودخل الخدمة رسميا لدى الجيش الروسي في عام 2002. يبلغ طول أونيكس نحو 9 أمتار بقطر 0.7 متر ووزنه يفوق 3 أطنان. بعد الإطلاق يتحول الصاروخ إلى كتلة وقود صلبة يتم دفعه بمحرك من نوع رامجيت بسرعة 2.5 ماخ على ارتفاع أقصى 14,000 متر. وفي المرحلة النهائية للإطلاق ينزل الصاروخ إلى ارتفاع نحو 10 حتى 15 مترا، ويطير تحت الحد الأدنى للدفاع الجوي للعدو، ولا تسمح السرعة الفورت صوتية للصاروخ برصده أو اعتراضه من أنظمة الدفاع الجوي القصيرة المدى. يصل مداه الأقصى للنسخة الروسية التي تعرف باسم أونيكس 3M55 إلى 600 كيلومتر لمنصة الإطلاق الأرضية، بينما يصل مدى النسخة التصديرية B800 إلى 300 كيلومتر، ويبلغ مدى كشف الهدف حتى 75، كما تبلغ الدقة التدميرية دائرة نصف قطرها 1.5 متر. يصل وزن رأسه الحربي إلى نحو 250 كيلوغرام، وهو قادر على خرق دروع وتصفيح أي سفينة حربية حتى لو زاد سمكها عن 1.5 متر. ويوجد منه نسخ تطلق من الزوارق البحرية والغواصات يصل مداها إلى 800 كيلومتر ولا تعرضها روسيا للتصدير. ظهرت في روسيا منذ ذلك الوقت صواريخ مماثلة جديدة، منها صاروخ كلايبر وصاروخ سيركون، ولكن صاروخ أونيكس لم يفقد شيئا من رهبته وأهميته، وهو ما لفتت إليه مجلة عسكرية أمريكية. يتم توجيه أونيكس راداريا لضرب السفن، وفي حالة ضرب الأهداف الأرضية يتم توجيهه بالقصور الذاتي مع تصحيح بنظام GPS أو جلوناس. يعتبر صاروخ أونيكس 3M55 من أفضل الصواريخ في صنف الصواريخ البحرية، ويمكنه أن يدمر حاملة طائرات على مدى 600 كيلومتر. وتشكل صاروخ أونيكس أساساً لمنظومة باستيون الروسية للصواريخ الساحلية، والتي يمكن أن تدمر منصاته أهدافاً بحرية وأرضية على حد سواء وفق تقرير وزارة الدفاع الروسية. صاروخ زلزال الجيل الثاني. يصنف صاروخ زلزال إثنين كأخطر عتاد في تلك الترسانة، إذ يبلغ طوله 11 متر وقطره 61 سنتيمتر، وبمدى يصل إلى 210 كيلومتر، ويمكن إطلاقه من صوامع أرضية أو تحت أرضية مثل شبكات الأنفاق، أو يكون محمولاً على عربة مدولبة. الصاروخ إيراني الصنع يأتي برأس حربي يصل وزنه إلى 600 كيلوغرام
من المواد شديدة الانفجار وقادر على اختراق التحسينات الأرضية والمباني ذات الخرسانة المسلحة وحظائر الطائرات. صاروخ خيبر. وهو صاروخ باليستي إيراني الصنع، أيضاً دقيق فورت صوتي، يصل مداه الفعلي إلى 2000 كيلومتر وتصل سرعته إلى 8 ماخ، أي ما يعادل 9000 كيلومتر في الساعة الواحدة، فيما يصل وزن رأسه الحربي إلى 1500 كيلوغرام بقدرة تدميرية هائلة. يعتبر صاروخ خيبر واحداً من الصواريخ الإيرانية الشبحية، حيث تتشكل ما يعرف باسم سحابة البلازما حوله عند بلوغه أقصى سرعة، ما يعيق اكتشافه من قبل أنظمة الرادار والدفاعات الجوية. أما قدرته التدميرية فتعادل انفجار 3 قنابل من طراز GBU-38 أمريكية، وقادرة على خلق دمار تام في مساحة أكبر من ملعب كرة قدم. صواريخ فولق. يمتلك الحزب اللبناني طرازين من صواريخ فولق، هما فولق 1 وفولق 2، وهي راجمة صواريخ إيرانية سهلة التجهيز والتشغيل، تعمل بكل سهولة بوقت قصير بواسطة رافعات ذاتية الحركة بعدتها القليلة، لا تحتاج لمركبات كثيرة بجانبها، بقابلية تكتيكية عالية، تستطيع خوض الحروب بجاهزية بسيطة وكاملة. يأتي صاروخ فولق 1 بطول 1.9 متر وبقطر 240 مليمتر وبوزن يصل إلى 151 كيلوغرام، منها 50 كيلوغرام وزن الرأس الحربي، ويصل مداه إلى 11 كيلومتر، فيما يتم إطلاقه بواسطة منصة محمولة على مركبات رباعية أو سداسية الدفع أو منصات أرضية. ويختلف صاروخ فولق 2 عن سابقه من حيث العيار والوزن والقدرة التدميرية مع الحفاظ على المدى وآلية الإطلاق ذاتهما، إذ يأتي بقطر 333 مليمتر وبوزن 120 كيلوغرام، ما يسهل استخدامه من قبل وحدات المدفعية والصواريخ. وظهرت هذه الصواريخ لدى الحزب لأول مرة في مشاهد بثها قبل بضعة أشهر، وثق فيها استهدافها قبة تجسس إسرائيلية بموقع جل العلام وأخرى برأس الناقورة على الشريط الحدودي. راجمة صواريخ فجر. تعتبر هذه الراجمة النسخة الإيرانية من الكاتيوشا الكورية الشمالية M107، وهي راجمة صواريخ ذات 12 فوهة من عيار 107 مليمتر التي يصل مداها إلى 9 كيلومتر. على الرغم من صغر هذه الراجمة، إلا أنها أخطر سلاح في منظومة الحزب الصاروخية لعدة أسباب. أولها صغر حجمها، ما يتيح تحريكها بسرعة عالية وبسرية تامة، إذ يمكن قطرها بواسطة دراجة نارية، وإلى جانب كل ذلك القدرة على إخفائها والتسلل بها إلى مواقع قريبة من خطوط التماس، خصيصاً وأن الحدود اللبنانية الإسرائيلية تتسم بالوعورة وكثرة الجبال والوديان والأحراش والغابات. نقاط القوة والضعف. بعد المراجعة السريعة لخصائص أبرز صواريخ الحزب اللبناني، نلاحظ أنها صواريخ غبية لا تتيح للمستخدمين التحكم بها بعد الإطلاق مثلاً، كما أنها غير مزودة بأي رادارات سلبية أو أنظمة ملاحة وما إلى ذلك، ولهذا تفسير واحد فقط، إذ يدرك الحزب أن إسرائيل وداعميها العسكريين متقدمون تكنولوجياً وتقنياً في مجال قطع الاتصالات والتشويش، وبالتالي فإن استخدام أي أسلحة مزودة بتكنولوجيا عسكرية لن تجدي نفعاً، خصيصاً أنها مكلفة مالياً للحزب وإيران من خلفه، ويمكن اعتبار غياب الأنظمة التقنية عن هذه الطرازات من الصواريخ عامل قوة وليس العكس، فالتكنولوجيا الإسرائيلية المتطورة تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت منتصف أبريل نيسان خلال عملية الوعد الصادق. قبة الحزب اللبناني. تأتي منظومة SAM-8 في مقدمة الدفاعات الجوية للحزب اللبناني، وهي رادار محمول يمكنه إطلاق صواريخ أرض جو المحمولة بإصدارات التتبع البصري الليزري والتتبع الحراري والإغلاق الراداري، قادرة على مسح الأجواء ضمن دائرة نصف قطرها 50 كيلومتر
وبارتفاع 21 كيلومتر. تتسلح سام 8 بمنصة تضم 6 صواريخ وأخرى 9 صواريخ، وعلى اختلاف وتعدد نوعية الصواريخ إلا أن أكثرها استخداماً وانتشاراً هي صواريخ M3 وM33 وBM3 وM33. يتم دفع الصاروخ بمحرك نفاث يعمل بالوقود الصلب بمدى يصل إلى 19 كيلومتر وبارتفاع أقصى يصل إلى 12500 متر وبسرعة تبلغ 1.8 ماخ. الإصدار M3 يتم توجيهه بواسطة باحث حراري مزود بالرأس الحربي، وينفجر بالتصادم عند إصابة الهدف المعادي أو أي كتلة حرارية. أما الإصدار BM3 يتم توجيهه بواسطة الاتصال الراداري النشط بين الصاروخ ورادار الأسة، ولا يتأثر بالمشاعل النارية التي تلقيها الطائرات الحربية وينفجر عند القرب منها. تأتي منظومة سام 8 بأربع رادارات، الأول من طراز لاند S51 ويساعده راداران للإغلاق على الهدف ورادار مسح مخروطي ورادار مسح طولي، وتعمل الرادارات بشكل متزامن بواسطة وحدة معالجة جماعية. وقد وصلت دقة تحديد موقع الهدف إلى 1 متر، بينما بلغت مسافة الخطأ في إصابة الهدف 4 أمتار، وهي مسافة لا تترك مجالاً للطائرات ثابتة الجناح أو المروحيات للهروب من صواريخ أسا. منظومة بوك M2 تضم دفاعات الحزب اللبناني أيضاً المنظومة الدفاعية SAM-17 أو كما تعرف باسم بوك M2E، وهي معززة بصواريخ أرض جو متوسطة المدى. تعمل تلك المنظومة الصاروخية على مركبات متحركة تحتوي على 4 قاذفات صواريخ ورادارات لتحديد الأهداف ورادار للتوجيه ومحطة لإدارة المعركة ومركبات إطلاق ذاتية الدفع، وهي تمنح الحزب اللبناني مرونة كبيرة في الحركة والتخفي وقدرة على الحشد في أي موقع جغرافي بسرعة تصل ل 65 كيلومتر في الساعة. يمكن لرادار منظومة بوك كشف الأهداف الجوية على بعد 150 كيلومتر والاشتباك مع 24 هدف جوي في آن واحد في مدى يتراوح بين 3 إلى 45 كيلومتر على ارتفاع يبدأ من 15 مترا حتى 25 كيلومتر. تبلغ سرعة صواريخها 1.2 كيلومتر في الثانية، ولا تحتاج أكثر من 12 ثانية للرد على التهديد الجوي بعد اكتشافه. يمكنها ضرب المقاتلات والمروحيات والصواريخ المجنحة والبالستية بصواريخ موجهة تحمل رأساً حربياً شديد الانفجار وزنه 70 كيلوغرام. بانتسير S1 تعتبر من أحدث المنظومات الروسية التي تم إرسالها إلى الحزب اللبناني خلال السنوات الماضية، ويقوم هذا النظام بمهام الدفاع الجوي بفعالية كبيرة، فهو قادر على السيطرة القتالية المرنة. تتكون المنظومة الروسية من مركبة التحكم بالبطاريات المزودة بصواريخ السطح جو الموجهة، والتي يبلغ مداها بين 1200 إلى 20000 متر، وتبلغ سرعتها القصوى 1000 متر في الثانية، ويبلغ زمن إطلاق أول صاروخ 6 ثواني بعد رصد الهدف. تتكون عربة القتال في منظومة بانتسير من مقصورة إطلاق النار ومقصورة التحكم ونظام إمداد الطاقة ورادار البحث ورادار متعدد الوظائف لتعقب الصواريخ والأهداف، وقاذفة SAM ومدافع ذاتية الحركة عيار 30 ملم. يتكون طاقم عمل المنظومة من 3 أفراد، ويبلغ مدى كشف المنظومة عن الطائرات 80 كيلومتر، وهي قادرة على الاشتباك مع أي نوع من التهديدات الجوية، صواريخ كروز والقنابل الموجهة والصواريخ المضادة للرادار والطائرات بدون طيار، وكذلك تستطيع التعامل مع الأهداف الأرضية حتى لو كانت على تضاريس صعبة. منظومة بانتسير يتم تسليحها بصواريخ سطح جو محمولة على 12 ماسورة، ويمكنها الاشتباك مع 4 أهداف في وقت واحد، وتصل سرعة الصاروخ إلى 1300 متر في الثانية. مخاوف إسرائيلية. في تقرير نشره موقع والا العبري يوم 5 يناير الجاري،
صرح المسؤولون في جناح العمليات بالجيش الإسرائيلي بأن تهديدات الحزب اللبناني الأخيرة تستند إلى أساس قوية، خاصة بعدما تمكن الحزب من تطوير قدراته بطريقة متسارعة طوال العقد الماضي. ويزعم مسؤولو الجيش الإسرائيلي أن إيران تمكنت من تهريب أنظمة تكنولوجية وأسلحة متقدمة إلى الحزب منذ بداية الحرب، كما أشارت وكالة رويترز الإخبارية في تقرير نشر 30 أكتوبر 2023 إلى أن الحزب اللبناني نجح في إضافة أنظمة توجيه إلى الصواريخ غير الموجهة، وهذا من أجل تحويلها إلى صواريخ دقيقة وتعزيز قدرتها على الضرب المباشر لأهداف استراتيجية مثل المقرات والقواعد العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الحزب مخزوناً من الصواريخ المضادة للطائرات، بما في ذلك الصواريخ المحمولة على الكتف التي يستخدمها في استهداف الطائرات والمروحيات على ارتفاعات منخفضة، كما أن مسيراته بإمكانه أن تشكل تهديداً استراتيجياً لإسرائيل، خاصة أنها رخيصة التكلفة ويمكن إنتاجها بكميات كبيرة. وفي حال قيام أسراب من هذه المسيرات بمواجهة أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، فإنها قد تؤدي إلى استنزاف نظام القبة الحديدية وتحييده. إلى جانب هذا كله، هناك شبكة ضخمة من الأنفاق التابعة لحزب الله التي تربط قرى الجنوب اللبناني ببعضها على غرار أنفاق حركة المقاومة الفلسطينية حماس التي يصعب تدميرها من خلال الضربات الجوية وفقاً للتقرير، مما يجعل القضاء على حزب الله أمراً صعباً لا يمكن القيام به إلا من خلال مناورات برية واسعة النطاق. لكن رغم هذه الترسانة الصاروخية الضخمة والجاهزية العسكرية التي لدى حزب الله، فإنه حتى الآن يستخدمها في إطار الردع فقط، إذ يدير الحزب الاشتباكات الحدودية والمعارك بدقة شديدة دون المخاطرة بتوسيع رقعة الحرب إلى الجبهة اللبنانية، هذا من ناحية الحزب. إلا أن الطرف الآخر من المعادلة قد يكون له رأي آخر. هدهد لبنان. هذه الطائرة سبب ثاني أكبر خرق أمني لإسرائيل بعد عبور المظليين إلى غلاف غزة في 7 أكتوبر، فرغم حرص تل أبيب على تحسين أجوائها وحمايتها بأحدث أنظمة الرادار والمسح والدفاعات الجوية، تمكنت طائرة الهدهد من اختراق الأجواء بدءا من الحدود اللبنانية وحتى ميناء حيفا والبور العسكري الخاص بالقوات البحرية الإسرائيلية، واستطلعت كافة الثكنات طولا وعرضا والتقطت آلاف الصور والفيديوهات بدقة عالية جدا. ونشرت الجماعة اللبنانية مقطعا مصورا بطول 9 دقائق يتضمن مسحا دقيقا لمناطق في شمال إسرائيل صورته طائرة الهدهد، وقد تمكنت من العودة سالمة لتستعرض مواقع إسرائيلية حساسة وقواعد عسكرية ومخازن أسلحة وصواريخ وموانئ بحرية ومطارات. وكشف الفيديو حينها عن مشاهد جوية لمدينة حيفا، من بينها مجمع الصناعات العسكرية ومنطقة الموانئ التي تضم قاعدة حيفا العسكرية ومنشأة بتروكيميائية، علاوة على مبنى قيادة وحدة الغواصات وسفن ساعر الحربية بأنواعها. كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الطائرة المستعملة في التصوير هي طائرة كهربائية إيرانية مسيرة تحلق عمودياً وبصورة آلية تماماً في مختلف الأجواء، ولها 8 محركات وفي كل جناح 3 مراوح، وهي من تصميم وتصنيع الباحثين في جامعة شريف الصناعية في طهران. تبلغ السرعة القصوى لهذه الطائرة 70 كيلومتراً في الساعة، وبإمكانها أن تحلق نحو 53 دقيقة متواصلة، وتتميز بقدرتها على الإقلاع والهبوط العمودي من دون حاجة إلى مدرج، بل يمكنها مواصلة التحليق الآمن حتى في حال فقدان أو عطب أحد محركاتها. بوسع طائرة الهدهد نقل شحنة يبلغ وزنها 3 كيلوغرام، وبإمكانها أن تحمل مجموعة متنوعة من الكاميرات المتطورة وشحنات من الأدوية، وقد تكون مناسبة في الأماكن التي يتعذر الوصول إليها. وتعتبر شركة دي جي إي الصينية عملاق صناعة وتطوير الطائرات المسيرة ذات الدفع العمودي، وقد لجأت العديد من الجيوش حول العالم إلى تعديل منتجات الشركة لأغراض عسكرية كما في أوكرانيا في الوقت الحالي. ورغم المساحة التقنية الواسطة التي تتمتع بها دي جي إي، إلا أن الهدهد تفوقت عليها في عدة جوانب،
أولاً مدة التحليق باستخدام البطارية الواحدة، إضافة لبرنامج استخدام وتشغيل مسيرة من فئة أوكتاكوبتر التي تحتاج لبرمجيات معقدة جداً، وأخيراً المحركات الصامتة والهادئة جداً على عكس بقية الطائرات المسيرة ذات الضجيج المرتفع. وفي نهاية الحلقة عزيزي المشاهد، برأيك هل تنجح ترسانة الحزب اللبناني في ردع الاحتلال؟